السمية والكنية ديالك؟ عايشة جغيوات. عايشة؟ جغيوات. في المنطقة اللي كتسكني فيها؟ دوار ولاد عزوز محجر. دوار ولاد عزوز؟ محجر. حكي لنا شنو المشكل عندك؟ حكي لي ولدي عندي، عندي ولدي والده. عندي بنت وولد. وأنا ديته للخارج. وقريته وخدمه وتزوجته. وولدت ولد ولاده. وجيت أنا جيت لبلادي قلت غنمشي نسكن في بلادي، نبني دوارة ونقعد في بلادي، نمشي ونجي لبلادي. من جيت بنيتي جيت قعدت فيها من مات الراجل، جيت قعدت في بلادي. ومن بعد جا عدي، تيجي وعدي كل خطرة. الوالدة قال لي العام كنت تعطي، قال لي تعطيني شي بلاصة نسكن فيها نبني دار. قلت وليدي ها دارك. اجا وليدي ما قعد في الكتا وتعدت وخواته. قال لي لا نسيبك غادي يجي خرجني منها. انا حتى بنيتي عطيته بلاصه هنايا، هنا عطيته، كتبتها له وسنيت له. مشى دوز دا بنيتي نقول لك 6 شهور، نقول لك 7 شهور، الله اعلم ما بقيت عاقله. جابني العدلان قال لي الوالده، قلت له العام، قال لي هذيك الكتبه راه ما داتليش خاصنا نعاودوها. ولدي انا ما نطيقه فيه. انا حتى بنيتي قلت له واخا وليدي، جا سنيت لي جا العدلان كتبو وسنيت لي، ما سنيت اي حاجه اللي تنملكها كله خداها. اللي تنملك انا في الوالد ديالي بلاد ديال الارض ديال الوالديه كلشي جمع ليا وخلاني زرقاء الموجود الله. انا دابا مريضه بالقلب ودايره المكانه والسكر وحدة سميتها قدسوم، وأنا محرسة وقاعدة في بلاصة. شكون لي شو القلب يا ولد خويا ومرتو هو اللي يهزوني، ما عندي حتى واحد قد الله. الله خلينا جيل هاد المريض، الله ينصرو، هو دبيا كلش وحقي. يعني مهمتي هذا ولدك، شحال عندك من ولدة مهمتي؟ واحد. عندك وليد واحد؟ كل. عندك ما عندكش بنات؟ بنت. عندك وليد وبنيه؟ صافي. يعني ولدك جا طلب منك بغى يسكن، كتبتي له بقعه حدا الارض ديالك؟ أيه. باش يبني فيها؟ ايه. ومن بعد نسمع لي كلشي، دار قطار هنايا عام اكثر، وطلع لي البحر اختاه، وخداني وجربات اخرين عندي ملك باعوا ليا، وجمع لي كلشي كل من تنملكو كلو دار. هادشي كلشي انت ما كنتي عالمه عليه والو؟ ما كنت عالمه عليه والو بنيتي، حتى قعدت نقول لك 4 سنين جاني الراجل قال لي مهمتي واحد الارض تتباع تبيعيش برزقك. قلت له لا ما غنبيعش رزقي، انا عايشه فين ديال والديا. قال لي قولي لي واش ديالك ولا ديال الوالد ديال ولدك؟ قلت له لا وليدي ديال ولدي. قال لي مهمتي راه قالوا لي ديال ولدك. مشيت بنيتي السود قالوا لي راه تجمعتي من قلب الاوراق سته وكل شيء جمع علي. جاب لي العدول على الارض اللي عطيته كتبه سنيت لي، وقعد ما عرفت شحال من خطره وشحال من يوم، نقول لك 6 شهور نقول لك 7 شهور. ولا ثاني جا عندي قال لي هذيك الورقه ما دازتش ديال العدول ما كتبتوهاش، غنعاودوه نعاود الكتبه. قلت له انا واخا وليدي. جاب العدول وعاود كتبه وجمع لي في كل شيء. تما فين دار كل شيء؟ وهي هي ملك واحد، هي نمره واحده، كل شيء فين جمع لي كل شيء. واحد البلاد محجره باحه. باع لك البلاد ديالك؟ باع على البلاد دافع عليا. هادي باقا نطلب ما تم كيف تدير خدمتي دير، وعاطيني هندسه العربون باقي عايحت مني ومشي بيعها. هادي اللي انت جالسه فيها دابا؟ هادي اللي جالسه فيها انا. اللي هي في الاصل ملكك وملك والديك؟ ملكي ودار والديا. ايوا خلينا بنيت ومكرفس عليا ما تتفكرني، ما تعرفني على الجواد عاجل اللي تيجي. انت عايشه بوحدك في هاد الارض؟ اه بوحدي. قلت له شنو داير ولد خويا؟ مرتي مسكينة هنا مكرفسة علي، لا من يعتقني لا من لا من حتى شي واحد. والله نصر الملك. انت باش كطالبي يا مهمتي دابا؟ نطلب رد لي رزقي، انا جبيت نموت، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يديها. نطلب رزقي يعطيني رزقي، ما جبيت نموت، انا ما عندي من يعطيني، ما كنت واحد يعتقني.
حتى واحد لا غادي يرحمني وما تعتقليش كون كان عايش عندي بعدا هادي 16 عام ما 17 لي مشتوش دابا الان دابا تصوت عندي كلبان لي عليا يجيو يجيو عندي علاش كيصيفطهم لكم انت تيجيو مع الجدر ميا ويجيو معاه مع هذوك القضيان واش يقولوا لهم تيوريو لهم الدار تيوريو لهم الدار تيصيفط الخبزه تيجي يوريو لهم الدار وضحك عليا بنيتي وضحك عليا بنيتي وضحك عليا ما حاولتيش المهمتي ديري الطعن في هذاك الورق اللي جا سناك عليه ما كنت عارفه والو بنيتي ما كنت عارفه حتى شي حاجه دابا قلتي لينا خرج جاك القرار بالافراغ باش تخوي الدار ديالك دابا قالوا اليوم قالوا تخرجي اليوم قالوا لك اليوم انت ما عندي فان حتى راسي ما عندي فان غير نمشي رفضي هاد الولد وهاد البنت رفضي انا عارف ما تقدرش نخرج حتى كنت من الرفيع واخا دابا الجوج كنت قلت ما فان غنمشي وتكرهش عليا الولد وعندو تيمشي 3 مليون في الباتيون ديالو وخدام ولادو وخدام مرتو وخدام وخدمتي على خدام تقتل فيا انا قال لك ما نشوف مو تنموت تتموت عنجي عندها واخا مو انتي وانا الله خلي البلاص ديال هاد الملك الله ينصر سيدنا والله خليه والله الله يهزي عليا ديك الدروره الله يشافيه ويشوف الحال انا ما عندي حتى شي واحد يبيت صافي المهم سير صافي السلام عليكم تقدر تعرفنا بالاسم ديالك وشنو شنو كتجيك هاد السيده بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم انا جاوة التهامي من ساكنه الدوار ولاد عزوز هذه عمتي اخ ديال الوالد ديالي سنه 1999 كان الزوج ديالها مرض عطيناها الدري خونا باقي صغير هو اللي جلس معاها من هذاك العصر جالس معاها جوزنا جات مراته هنا راحت هنا في هذا المكان كان الولد تيجي كان الامور غادا بخير وعلى خير حتى 2005 جا لعندها قال جا في الصيف في شهر 8 قال الوالده رانا باغي ندير شي حوانت مع الطريق عطيني شي بقايا كتبي لي شي بقايا باغي ندير شي مشاريع هنا قلت له بكل فرح مشى جاب العدلان كتبت له هذيك البقايا وحده داروا له المجاوره اللي مشى يسجل في دار الضريبه ما تقبلش الصداقه يا هذيك دازت واحد المده حتى 2008 جا عندها قال الوالده راه هذيك البقعه ما دازتليش راه شو قالت له سير عيط العدلان نجي نكتب لك جاب العدلان والعدلان اللي جاو في الاول ماشي هما اللي جاو في الثاني جا معاهم واحد وواحد ما جاش ما بغاش يجي له جا بدا تكتبو كتب لها جميع واجبها ما تسيرش جميع الواجب ديالها البقعه تسمى الشجره المراقد والدهوره 2022 واحد تيتر تاه هو خارج من هذه تا هو داه ليها من جا حنا ما عارفين حتى شي حاجه لقات عندها ديك الوثيقه مده ديال هذاك الشيء عمتي مرضت بالقلب بدات تعالج نزل هو تلاقى بشي لوبيات داو المحاكم مرة الطرقان قال يوم غدا ما هي اصلا عمر شي ورقه جات عندها بان شي استدعاء ولا شي حاجه باش تمشي تقابل مع مرها جا واحد النهار جا لهنا تعيطت ليا هادشي جلنا طلع عند البحر لحق ليها دفعها ضربها تفرفص عليها هزينا بلابيلونس دارت بي شكايه تخرج سيرش نزل من الطياره تقبض داو سيدي علال التازي الدارك الملكي سيدي علال التازي من داو عيطوا للوالدة ديالها مشات شافته وبقات تبكي بعد منا رغبنا هذاك الشيء دارت له سامحت ليه وقال لها غنرد لك بلادك من هذاك العهد لحد الان تنتفاجئوا تجيها ورقه الافراغ هاد السيده من غتفرغ فيها تمشي هذه راه علامه من علامات الساعه هاد السيده من غتفرغ فيها نزوطها في الشانطي هي راه عمتي دابا اصلا واش نزوطها في الشانطي
جابوا الورقه اليوم الافراغ هذاك شو انا من فراسي حتى شي حاجه تعيط للدير خويا قال لي راه شكينو 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 ودابا عاد نوضو نديرو اجراء ونطلب من جلاله الملك الله ينصرو هي يشوف من حاله السيده ونطلب من السي وهبي وزير العدل يشوف من حاله السيده وشكرا.